أهلا بكم مع أيقونة من أيقونات الحيوية والنشاط من متحدي الأعاقة. صديقتنا من الشخصيات اللي متعلم منها أشياء كتير، منها إن إحنا عشان نتخلص من أي صعوبة من صعوبات الحياة لازم نبدأ الأول نتخلص من الأفكار السلبية اللي بتسيطر على حياتنا. ونعرف إن الظروف اللي بنعيشها ما هي إلا ظروف مؤقتة سرعان ما ستزول، بس المهم إحنا نطرد أي أفكار سلبية وحنقدر نتمكن من مواجهة الصعوبات بسهولة ونعيش بسعادة. زي صديقتنا، بالرغم من إنها مصابة بالبتر نتيجة إصابتها بإحدى الحوادث، إلا إنها بتعيش حياتها وبتعمل في مجال تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة على قيادة السيارات.